محطتنا التالية مع الإبداع الوطني الأول مرة منذ 20 عام يفعلها فريق سوري وينتزع الصدارة من أفضل الفرق العربية بكأس العرب في البرمجة ACBC لفريق 2018 مسابقة راديو أكشن البرمجية للجامعات العربية يلي أقيمت في شرم الشيخ. أكيد بمشاركة أكثر من فريق من كافة الدول 120 أكيد من الدول العربية. لنحكي بشكل موسع عن هالموضوع بصرنا نرحب بالدكتور جعفر الخير مدير المسابقة البرمجية السورية والمشرف على الفريق الفائز بالمسابقة، أيضا جود زوزو متسابق وأيضا حاصل على مرتبة وكأس كأس. أكيد نرحب فيكم، سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما أنتم فخرنا بالمحافل الدولية يلي دائما بتمثلوا وبترفعوا اسم سوريا. دكتور خلينا نحكي عن المسابقة، خلينا نحكي أكثر ونعرف نتعرف مين هي الدول العربية يلي كانت مشاركة. خليني أحكي أول شيء عن المسابقة. المسابقة تعد أعرق وأقوى مسابقة برمجية في العالم، بتشارك فيها عبر العالم حوالي 4000 جامعة في تصفيات على 4 مراحل، تنتهي بالنهائي العالمي اللي راح يكون في بورتو بشهر أيار القادم. المسابقة أطلقت كمسابقة عالمية عام 1977 تماما، يعني اليوم عمرها تقريبا 40 سنة، يعني منذ 40 سنة تنظم هذه المسابقة بشكل عالمي. دخلت على الوطن العربي بعام 1997، كان أول فائز بالكأس من المغرب من جامعة الأخوين. من 98 حتى العام الماضي كان الفائز دائما فريق مصري. لأول مرة في تاريخ المسابقة يفوز فريق سوري بالكأس أو فريق غير مصري من 20 سنة. يعني الملفت للنظر في هذه المناسبة أنه نحن عمرنا بالمسابقة قليل نسبيا، 7 سنوات دخلت المسابقة إلى سوريا بعمر الحرب. الحقيقة الرسالة قوية جدا، أنه رغم الحرب اللي صارت على سوريا ورغم الدمار اللي ألحق بسوريا، الشعب السوري والشباب السوري لا يزال قادر على العطاء والتميز والتطور. نحن خلال 7 سنين مشينا مشوار كتير مهم بالمسابقة، من فرق غير معروفة إلى فرق تشكل مركز ثقل إضافي بالنسبة للمسابقة، بالإضافة إلى مصر. اليوم الفرق السورية هي الفرق الوحيدة اللي قادرة تنافس الفرق المصرية وقادرة تكون بالمقدمة. كان عم نتابع إذا حكينا نحن عن النتائج بشرم الشيخ، فرح أقول أنه كان عندنا فريق راديو أكتيف من الجامعة الافتراضية السورية اللي جود عضو فيه فاز بالكأس. كان عندنا بالمركز الثالث فريق من جامعة البعث، كان عندنا بالمركز السابع فريق من جامعة البعث، كان عندنا بالمركز التاسع فريق من جامعة دمشق، بالمركز العاشر كان عندنا فريق من المعهد العالي. إذا ضمن أول 10 فرق كان عندنا 5 فرق سورية، ضمن أول 16 فريق كان عندنا 8 فرق سورية، وهذا تواجد قوي جدا يعادل بل يتفوق على التواجد المصري في ضمن أول 16 فريق. نعم، هذا ما هو غريب على سوريا. رح ننتقل لك جود، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانت الأجواء المنافسة؟ أكيد المنافسة قوية كتير والأجواء حلوة، بس الحمد لله يعني. وكيف انتزعت اللقب لأول مرة هيك من المصريين أخذته لسوريا؟ أكيد كانت يعني فترة تدريب طويلة لحتى قدرنا نوصل للمستوى أنه نقدر نفوز بالمسابقة من الفرق المصرية يعني. نعم. خلينا دكتور وجود نروح نشوف الأجواء كيف كانت، نرجع نحكي أكثر عن المسابقة وأجواء التنافس كيف كانت. فاز بالمركز الأول لأول مرة في تاريخ الدولة وتاريخ الجامعة فريق راديو أكتر من سوريا.
يعني ما في أجمل من هي اللحظات يمكن، وهذا الشعور، شعور النجاح، شعور أنه نحن بدولة تانية عم نرفع اسم سوريا عالي. خلينا نحكي دكتور عن المراحل للمسابقة، يمكن كانت على 3 مراحل نحكي عنهم. خليني أحكي، نحن بسوريا دخلنا المسابقة ب2011، نظمنا لحد هلا 8 مسابقات على مستوى القطر، بنفس الوقت دخلنا المسابقة إلى مرحلة تحضيرية في 7 جامعات سورية، جامعة دمشق، حلب، حمص، تشرين، طرطوس، والجامعات الخاصة والمعهد العالي. الحقيقة المسابقة كانت مرافقة للأحداث اللي صارت بسوريا بشكل كتير لصيق. على سبيل المثال، نحن كنا في حمص بمسابقة على مستوى الجامعة بعد أسبوع تماما من مغادرة المسلحين لمدينة حمص. كنا في حلب بعد تقريبا أسبوعين تماما من اتفاق خروج المسلحين من مدينة حلب بعد المعاناة الشديدة لجامعة حلب. كان من أول الفرحات والمناسبات السعيدة تنظيم المسابقة بحلب. إذا بدي أحكي شوي عن الفرق، الحقيقة اللي شايفينه هو جهد هائل. الشاب لحتى يوصل لمنصة التتويج عنده شغل 5 ل7 سنوات أحيانا. الشباب بلشوا معنا جود وحسين وحسن ب2010 بالأولمبياد المعلوماتي، ولما أخذوا بكالوريا انتقلوا على المسابقة الجامعية اللي هي المرحلة التالية من المسابقات البرمجية. يمكن ما يعني ستيب باي ستيب طلعوا. أيوة. ما أنه دغري كان طبعًا في تحضيرات معينة لحتى يوصل سنوات. المتسابق بده جهد هائل، يعني بده شغل ليل نهار عمليا هو متفرغ بالإضافة لدراسته للمسابقة، ما عنده نشاطات أخرى كثير من الأحيان، على حساب الرياضة، على حساب النشاطات الأخرى هو عم يشتغل. نعم. لحتى يوصل أيضا بده تعاون زملائه، بده كثير من النصح والإرشاد من الزملاء الأقدم منه، من أساتذته، من الناس اللي حواليه لحتى يقدر، وبده يكون هو عنده إرادة حديدية. أكيد. وهي اللي بتميزوا فيها الشباب السوريين حقيقة. اللي وصلنا إلى منصة التتويج هو الإرادة. إرادة أنه نحن نبرز للناس أنه ليست سوريا فقط بلد حرب ودمار. نعم. بدي أحكي عن أجواء المسابقة بشكل عام. الحقيقة المسابقة نحن بنفتخر أنه نحكي عن أسرة المسابقة. اليوم جود يعني بالافتراضية، بالجامعة الافتراضية السورية، بيعرف رفقاته بجامعة تشرين، بيعرف رفقاته بجامعة البعث، بيعرف رفقاته بحلب، وبيعرف كثير من الناس اللي بيشتغلوا بنفس الاختصاص بالجامعات السورية، ومو بس بالجامعة السورية. اليوم جود هو نجم على مستوى الوطن العربي، معروف في كل جامعات الوطن العربي بمجال اختصاص البرمجي، هو وحسن وحسين الحقيقة أسماء كبيرة، صحيح انش صغار بالعمر بس اسماءهم كبيره. أكيد. وحضورهم طاغي بالمسابقه وشعبيتهم هائله. التشبيك اللي نحن فيه هو تشبيك مهم جدا، لانه نحن باليوم نعرف موقعنا من الساحه تعليم البرمجه في الوطن العربي، نعرف موقع الجامعات السورية ضمن الجامعات العالمية. هل النافذة من القياس الحقيقي لمستوى الطلبة غير موجودة بباقي الاختصاصات. نحن الاختصاص الوحيد اللي بنقدر نقول انه نحن اذا طلعنا على النهائي العالمي رح نكون بنص الساحة. نحن لسنا في المقدمة، بس نحن في مقدمة الدول العربية، ونحن نضغط بشكل كبير كتير لندخل مقدمة الفرق المسيطرة تماماً. في اللي هي بشكل أساسي الفرق الروسية والصينية واليابانية وبعض الفرق الأمريكية. نعم. خلينا لكن سمعنا من حضرتك، من أستاذك، سمعنا التحضيرات، سمعنا الأجواء، سمعنا الوقت الطويل والتعب والجهد، وسمعنا أيضا بقلب المسابقة شو صار. خلينا كل هدول الأساس نحكيهم مع جود. خبرنا كيف حضرت، كيف كانت نفسيتك، كيف كان الجهد يلي بذلته. هلاك نحن كفريق كلنا صرنا شيء 6-7 سنين ندرب بهالمجال يعني، وأكيد يعني بالمسابقة أهم شيء التعاون بين الفريق، يعني بداية المسابقة كل فريق كل واحد بحل لحاله شوي، بعدين آخر شيء نصير نجتمع على نفس المسألة مثلا أو هيك. تمام. يعني الله يعطيك العافية. وهذا يمكن الدكتور حكى كلمة إنه نحن يمكن عم نسعى لنوصل للمقدمة. لا، نحن بالمقدمة يمكن الدكتور لسبب واحد، إنه نحن بعز الأزمة والظروف عنا شباب مبدع، عنا شباب ناجح. هذا فخر لإلنا. يمكن تلاقيت بأشخاص من دول تانية، خلينا نقول غربية، يمكن أبدوا استغرابهم
من المتوقعين نحن شو عملنا، كيف كان رد ردك؟ معلش خلينا نحكي. لكن نحن لما صار تقريبا واضح انه قلنا بالفرق الاولى 4 أو 5 فرق، انا ضغطت على ادارة المسابقة لنوصل رسالة سورية، ولأول مرة بتاريخ إعلان النتائج بالمسابقة يعرض فيلم عن البلد الفائز. شافوه إنه هو الفيلم الترويجي تبع وزارة السياحة. حلو. اللي عم يفرجوا فيه المهرجانات اللي عم تصير بسوريا ب 2018. حلو. إحنا الرسالة الأساسية اللي لكل الناس، واللي كل الناس استغربت إنه دائما بيستغربوا إنه أنتم من سوريا من بلد الحرب والدمار جاي. فكان عرض الفيلم مفاجأة وشوك لكل الحضور، وبخاصة الأمريكيين منه، لأنه مسابقة بالأساس أمريكية، والكان كان مدير المسابقة على المستوى العالمي بالصالة. لا هلا منفرق بين مستويين، المستوى إدارة المسابقة هو أكاديمي، الحقيقة هني بيحبونا وتعودوا علينا وصاروا بيترقبونا، مو بس هيك على طول على تواصل معنا أثناء التحضير، لأنه نحن دائما عندنا مشاكل بالفياز، عندنا مشاكل بإيصال هالشباب لمحل المسابقة، فدائما هني على الخط معي بيحكوا معي ودائما بيطمنوا ودائما بيساعدوا. المستوى الثاني هو المستوى الرسمي، كان في حاضر بالصالة الملحق الثقافي الأمريكي بالقاهرة. الحقيقة وشو ما كان بيتفسر، أنا متابع تفاصيل مو ضروري. لما فزت القاعة كلها وبلشت تهتف سوريا، طبعا مو بس السوريين، المصريين كمان والعرب الباقيين، يعني هو متشنج هيك انه معقول، انه معقول ينعرض، وصار بعض العتب على منظمين المسابقة انه ليش بتعرضوا فيلم عن سوريا بهالطريقة هي بالمسابقة. نحن رسالتنا هي رسالة حياة، رسالة محبة، رسالة إبداع، رسالة علم، رسالة إثبات وجود، انه ممكن يدمروا الحجر، ممكن يدمروا الشجر، ممكن يدمروا كل شيء، الا انه الانسان السوري عقل. الانسان السوري سيعيد بناء بلده، ولسنا بحاجة لاي والعلم والمعرفة. معروفين السوريين في الخارج يعني صاحبين العقول مثل ما بيقولوا. دكتور يمكن حكينا عن هاي المراحل وحكينا عن المسابقة، بس هلأ التحضير والجهد على جود وزملائه أكثر، لأنه في مسابقة أيضا عالمية عم يتحضر لها، خلينا نحكي ونستغل الوقت نحكي عليها بشكل موسع أكثر أيضا. نعم. النهائي العالمي ينظم المرة 42 أو 43 في البرتغال، 43 ما هيك؟ 43. حاليا كان المرة الماضية بالصين، نحن طلعنا وحققنا نتيجة جيدة، كان فريق جامعة دمشق بمرتبة 56 من 142 جامعة. تقولوا لي 56 مركز متأخر، بقول لكم التالي إحصائية بسيطة، إنه أو ضمن ال 130 أو 32 جامعة اللي كانت موجودة في بكين، كان في حوالي 50 جامعة من الجامعات المصنفة في ضمن المئة الأولى بالعالم. نحن تصنيفنا بيحكوا على تصنيفنا أنه سيء، أو تصنيف الجامعات السورية متأخر. الحقيقة أنا ما بعتبر أنه تصنيفنا سيء، نحن نستحق وجود 5 جامعات على الأقل ضمن الألف الأولى، إلا أنه ظهورنا على الإنترنت واختلاطنا الخارجي هو ضعيف، وبالتالي عم يتراجع تصنيفنا نتيجة عدم ظهورنا. ضمن النهائي العالمي نشوف نخبة جامعات العالم، MIT، هارفارد، أوكسفورد، الجامعات المهمة، شيكاغو، الجامعات الأمريكية المهمة، الجامعات يلي يمكن مأمنة ظروف فظيعة من التكنولوجيا. بعض الجامعات ما رح يعني بالغ إذا قلت إنه بعض الجامعات اللي عم تكون بالنهائي العالمي الموازنة السنوية تبعها تعادل موازنة سوريا. نعم يعني كمان إمكاني نعم بيلعب دور كتير، يعني إمكانيات مالية هائلة، دعم سياسي وتعليمي هائل. معناتها نحن قديش نحن بإمكانياتنا البسيطة قدرنا أنه مثلا السنة الماضية لما ضرب مركز البحوث ثاني يوم نحن سافرنا على الصين، كان فريق فريق مركز البحوث كان بين جامعتين يلي هني رقم 1 و2 في العالم، كان بين هارفارد وام اي تي. نعم. الرسالة اللي احنا قلناها للأمريكيين هنيك بالصين انه ليك وهي بعض الضربة لك، هي مركز بحوث، هي شباب مركز البحوث او مركز عفوا المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يلي هو جزء من مركز البحوث، هي شباب مركز البحوث جايين، ونحن رسالتنا انه مهما قصفتوا مهما عملتوا نحن موجودين عالميا. نحن حاليا عم نحضر للنهائي العالمي، طبعا الفرق عم تشتغل على حالها، ونحن كإدارة مسابقة وإدارة الجامعة الافتراضية اللي هي محتوية للنشاط أو اللي هي شريكتنا الأساسية في إدارة المسابقة،
عم نحضر الى بعض الاضافات للتحضير، قد يعني يكون هناك معسكر تدريبي وقد نستقدم بعض المدربين المهمين لهذا الموضوع. الحقيقة أنا ماني خايف من المستوى الفرق السوري، لأنه بشكل طبيعي أنا بعتقد أنه راح يكون عندنا تقدم ملحوظ. النقطة اللي خايف منها أنه ما نقدر نوصل للبرتغال وتمارس التمييز علينا مرة تانية بالفياز، لأنه كلهم شباب بعمر الورد وكلهم من الفئة اللي راح يقلوا لنا دائما أنه هدول ما في ضمان أنه يرجعوا، مثل ما صار معنا من سنتين لما كان مسابقة في أمريكا ما حدا من الشباب أخذ فيزا. إن شاء الله السنة هي نقدر نوصله إلى البرتغال إن شاء الله. كل الشكر لكم دكتور وكل التوفيق لك جود. بدنا نتشكر بوجودك معنا الدكتور جعفر الخير. تفضل. طبعاً أنا بدي أوجه من هالمنصة شكر لشركائنا الأساسيين اللي كانوا معنا، الجامعات السورية، الجامعة الافتراضية السورية، وزارة التعليم العالي، شركائنا اللي ساعدونا بالوصول إلى شرم الشيخ، وزارة النقل، بنك البركة، شركة MTN. وبدي وجه شكر أساسي للحدث اللي كان هو الحقيقة اللي عمل انقلاب أو اللي أعطانا الزخم اللي قدرنا نوصل فيه لكل الجامعات. بدي أتشكر السيدة أسماء الأسد اللي استقبلت الفريق الأول المتأهل إلى النهائي العالمي عام 2014، واللي هالاستقبال كان له فتح لنا أبواب الجامعات كلها، وقدرنا نحكي مع كل الناس وقدرنا نوصل لهال. وبدي أهدي الفوز للوطن، لسيد الوطن، للدكتور بشار الأسد. نحن أكيد هذا الدرع اللي موجود عنا بنرفع راسنا فيه. أكيد. جود بنرفع راسنا فيك وبرفقاتك كلهم. دكتور شكرا كتير لكم، عن جد بترفعوا الراس. أكيد. شكرا كتير، ناطرينكم بعد عودتكم من البرتغال إن شاء الله يا رب، وحايزين على مراتب متقدمة جدا. شكرا كتير لكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك.